والآن إلى آخر أخبار الكرة والملاعب ومصطفى ميزار. شكرا من جديد سحر وشكرا يوسف. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في محطتنا الثانية نستعرض فيها أحوال الكرة والملاعب محليا وعالميا. تشهد الأيام القادمة المقبلة مواجهات حاسمة للدور قبل النهائي من كأس العالم لكرة القدم قطر 22. تبدأ هذه المواجهات بمباراة الأرجنتين وكرواتيا والتي ستحدد أول المتاهلين للمشهد الختامي. تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب ملعب لوسيل الذي يحتضن المواجهة الأولى المثيرة من الدور نصف النهائي لكأس العالم بين الأرجنتين وكرواتيا في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين. راقص التانجو نجحوا في الوصول إلى قبل النهائي بعدما تخطوا عقبة الطواحين الهولندية في ربع النهائي بعد مباراة نارية امتدت حتى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لكل منهما. أما رفاق لوكا مودريتش الطامحون إلى التأهل الثاني على التوالي إلى نهائي المونديال فقد نجحوا في تحقيق مفاجأة مدوية وإقصاء البرازيل أبرز المرشحين لتحقيق اللقب بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق. الأرجنتينيون يدخلون المباراة وعينهم على حصد اللقب الغالي للمرة الثالثة في تاريخهم وإهداء ميسي لقبه الأول في المونديال الذي قد يكون الأخير في مسيرته. المنتخبان التقيا من قبل في مواجهتين بكأس العالم وحقق كل منهما الفوز في مباراة. إذن هي مواجهة مصيرية وخطوة أخيرة فاصلة لتحديد أول المتأهلين للمشهد الختامي في المسابقة الكروية الأهم. قال ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المدير الفني للمنتخب الكرواتي، قال إنه يتوقع مباراة صعبة ضد كرواتيا غدا ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم والمقامة في قطر. المباراة بمثابة تحدي خاص بالنسبة للأرجنتين أمام منافس متمكن. الجماهير الأرجنتينية تحلم بالفوز ونسعى لإسعاد المشجعين. لا أعتقد أن كرواتيا ستغير طريقة لعبها غدا وستكرر نفس الأسلوب التكتيكي. أمر رائع بالنسبة لنا أن نلعب ضد لوكا مودريتش قائد كرواتيا. لدي تصور واضح لخطة اللعب، كما أن الجميع جاهز ولا توجد أي إصابات، وأتعامل بنفس الأسلوب المعنوي مع اللاعبين قبل كل مباراة. ليونيل ميسي يقدم مستويات رائعة ونتشرف به. خلال المؤتمر الصحفي قال زلاتكو دالتش المدير الفني للمنتخب الكرواتي، قال إن مواجهة منتخب بلاده للأرجنتين ستكون صعبة للغاية غدا، مشيرا إلى أن الخاسر سينتهي حلم وسينهي حلم التتويج بالنسبة له. نطمع بالمزيد وسنواجه منتخب الأرجنتين الذي يضم بين صفوفه ليونيل ميسي أحد أعظم لاعبي كرة القدم. مواجهة ستكون صعبة غدا، الخاسر سينتهي حلم التتويج بالنسبة له. قدمنا مباريات قوية ونحلم بالتتويج. حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جوائز مالية تقدر بمليار دولار في هذا العام للمنتخبات المتاهلة والمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. يحصل بطل العالم على جائزة مالية تقدر ب 42 مليون دولار. للاقتراب أكثر مشاهدين الكرام ينضم إلينا مباشرة عبر سكايب من العاصمة القطرية الدوحة مراسل التلفزيون المصري محمود شاكر. محمود بعد التحية لو تطلعنا على الأجواء لديك وما يشغلنا في الشارع العربي هنا هو استعدادات أسود الأطلسي المغرب للمباراة القادمة.
تحية ليك أكيد يا مصطفى، تحية لمشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان، من هنا من العاصمة القطرية الدوحة معقل كأس العالم 2022. وزي ما أنت سألتني أكيد على الأجواء، الأجواء أكتر من رائعة للجماهير المغربية بعد الفوز التاريخي اللي حققوه في آخر مباراة على المنتخب البرتغالي ووصولهم للمباراة نصف النهائية لأول مرة في منتخب أفريقي أو منتخب عربي يتأهل للدور نصف النهائي. جماهير المغربية لسه لحد النهاردة بتحتفل في كل مكان في الدوحة لحد دلوقتي، سوق واقف ولوسيل بوليفارد منين مطروح بتلاقي دايما الجماهير المغربية في كل مكان لابسة الأعلام المغربية وماشية وعاملين دايما كده مجاميع بياخدوا معاهم سماعات كبيرة ويلفوا بيها في كل الأماكن، بيشغلوا الأغاني المغربية والأحاسيس المغربية الجميلة. ومش بس الجماهير المغربية فقط، ولكن الجماهير العربية في كل مكان كلهم بيلبسوا أعلام بلدانهم وأعلام المنتخب المغربي، وكل الناس في تأهب كبير لمباراة نصف النهائي أمام المنتخب الفرنسي حامل اللقب وواحد من أقوى فرق البطولة. يمكن المنتخب المغربي النهاردة طلعت بعض التقارير، ولكن شفنا النهاردة في التمرينات بتاعتهم إن في أمل كبير أن نايف أجرد واحد من أفضل المدافعين على المنتخب المغربي ممكن يكون موجود في المباراة الجاية، هو ونصير مزراوي الباك الرايت بتاع بايرن ميونخ، واحد طبعا من أفضل أندية العالم بس هو بيلعب باك ليفت في المنتخب المغربي، ما لعبش المباراة اللي فاتت ولعب يحيى عطية الله. ولكن دي الغيابات اللي ممكن تكون إن شاء الله ما تكونش موجودة للمنتخب المغربي، بس هو سايس اللي تأكد غيابه بعد إصابته في فخده. فنتمنى أكيد التوفيق للمنتخب المغربي، ولكن المنتخب المغربي بنتمنى طبعا محمود يعني تأهب كبير جدا معاك. نعم. محمود، هذه نسخة من كأس العالم كانت خارج التوقعات بخروج منتخبات يعني عظيمة ولها باع كبير في المشاركة في نسخ سابقة من كأس العالم، في هذه النسخة خارج التوقعات تماما، خروج الأسبان، خروج الإنجليز، خروج منتخبات لها بصمات ممتدة يمكن لعشرات النسخ الماضية. ازاي تقدر ترصد يعني هذه الـ يعني نقدر نقول كده انجاز التعبير فيها يعني خارج التوقعات؟ اكيد مصطفى، كاس العالم ده كاس عالم مختلف تماما عن كل كاس العالم اللي شفتها واللي سمعنا عنها. كاس عالم فيه مفاجآت كتيره جدا، وفي لاول مره بعد مرتين فقط قدر ان هو منتخب غير من امريكا اللاتينيه او غير منتخب اوروبي يتاهل نص النهائي، دي ثالث مره فقط في التاريخ بعد 1930 المنتخب الامريكي وبعد 2002 المنتخب الكوري، منتخب المصري عفوا المنتخب يتمنى طبعا منتخب مصري منتخب المغربي يتاهل لنص النهائي يكون اول منتخب افريقي. ففي مفاجآت كبيره جدا، وفي منتخبات طلعت من الدور الاول زي المنتخب الالماني اللي ليه باع كبير جدا، هو اكتر ثاني منتخب حاصل على لقب بطولة كأس العالم بعد المنتخب البرازيلي. كان فيه مفاجآت كتيرة جدا، بس كأس العالم ده أحلى حاجة فيه مفيش أي حاجة متوقعة وكل حاجة ممكن تحصل. بنشوف منتخبات ما كانش ليها تاريخ كبير في كل كأس العالم، ولكن بتعمل إنجازات كبيرة جدا. كرواتيا المنتخب دايما الكل استبعده من الدور الأول، أول مباراة تعادل مع منتخب المغربي وتأهل بالعافية للدور الثاني، بنشوف المنتخب الكرواتي في نص النهائي، بطولة قوية جدا جدا. حضور الجماهير العربية فرقت بشكل كبير جدا مع المنتخبات العربية، ولو إن بس منتخب المغربي هو اللي تأهل، ولكن حضور الجماهير العربية هنا فرق مع المنتخب زي ما بقول لك المغربي بشكل كبير، وقدر إن هو يوصله لنص النهائي. والتنظيم هنا زي ما قلت قبل كده أكتر من رائع، فالبطولة دي كانت مختلفة في كل حاجة، وأساطير الكورة في العالم كله بيتكلموا بيقولوا إن نسخة كأس العالم دي هي سنتابع محمود بالطبع حتى الآن في التاريخ. نعم، سنتابع معك احتفالات العرب وسنؤازر المنتخب المغربي، وطبعا شكرا لكل المنظمين، شكرا لك زميلي على كل أحوال محمود شاكر مراسلنا من الدوحة، شكرا جزيلا لك. حقق الأهلي محليا فوزا على نظير الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات الدوري الممتاز، وارتفع رصيد الأهلي والذي يحتل المركز الأول إلى 18 نقطة، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري الذي يحتل المركز السادس عند 9 نقاط. سيطر التعادل السلبي على مباراة الإسماعيلي وضيف فيوتشر في الدوري الممتاز، وفي مباراة أخرى بالدوري فاز سيراميكا كليوباترا على ضيف حرس الحدود بهدفين مقابل هدف واحد. أجريت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2022-2023، وبينما يتواجد الأهلي في المجموعة الثانية يحل الزمالك في المجموعة الرابعة.
من مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقاهرة حسمت نتيجة قرعة دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2022-2023. القرعة التي وضعت وصيف النسخة الماضية النادي الأهلي في المجموعة الثانية مع كل من سان داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني، أسفرت أيضا عن وضع نادي الزمالك في المجموعة الرابعة لينافس كلا من الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني، وفي المجموعة الأولى ينافس بطل النسخة الماضية من دوري الأبطال الوداد الرياضي المغربي مع بترو أتلتيكو الأنغولي وشبيبة القبائل الجزائري وفيتا كلوب الكونغولي، بينما تشهد المجموعة الثالثة تواجد كل من الرجاء الرياضي المغربي وحورية كوناكري الغيني وسيمبا التنزاني وفايبرز الأوغندي، ويشارك في قرعة دوري أبطال أفريقيا 16 فريقا تأهلت من المجموعات الإقصائية في دور 32 منها 9 فرق عربية، حيث تم تقسيم الفرق إلى 4 مجموعات في كل مجموعة 4 فرق، بحيث تواجد فريق واحد من كل تصنيف في المجموعة، وتتواجد فرق كل مجموعة بنظام الدوري ذهابا وإيابا، ويتأهل صاحب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، حيث يعود نظام المواجهات الإقصائية. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الوقفة الرياضية في نشرة التاسعة، نعود لاستكمال ما تبقى من جديد مع يوسف وصحر. شكرا لك مصطفى.